في خبر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لها، وضمان أن تمثل المدن الجديدة إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من خلال تضمينها للمشاريع التنموية الملائمة، بما يحافظ على استدامة تلك المدن وعلى قدرتها على الجذب وتوليد الأنشطة الإنتاجية والتجارية، مؤكدا أن التوجه نحو بناء المدن الجديدة يهدف بالإضافة لاستيعاب الكثافة السكانية وحسن توزيعها في أنحاء البلاد إلى تحقيق الاستفادة المثلى من المميزات النسبية لمختلف مناطق الجمهورية، بما يمثل قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ومع عدد من الوزراء والمسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة مشروعات المدن الجديدة في مختلف مناطق البلاد والجهود الحكومية الجارية للتطوير في تلك المناطق، بما يضمن إبراز البعد التنموي في المدن الجديدة فضلا عن عمليات التحديث الحضري الوطنية، ويسهم في استعادة الوجه الحضري لكافة مناطق الجمهورية، وبشكل يحافظ على الطابع التراثي والمعماري المصري بأشكاله المختلفة.